مع الشبريكو. الشبريكو بيرفع الكرة داخل منطقة الجزاء بيطلع السبع لا يبعدها الخضر موجودة راح شوف هذا بالأنصار الأول. مش معقول مش معقول مش معقول الكرة من اللواتي كان عم بيسدد وقاسم الزين الصخرة سخر الدفاع فريق النجمة يلي بيبعد الكرة عن خط المرمى وبيمنع بيمنع اللواتي انه يفتتح التشييل بيمنع فريق الانصار انه يتقدم 1-0 اخطر فرص الانصار بالمباراة بالاعادة. قاسم الزين شو عملت يا قاسم الزين الله الله يا قلب دفاع فريق النجمة يا قلب دفاع منتخب لبنان على هالكرة الرائعة. عباس عطو عباس عطو بيرفع الكرة داخل منطقة الجزاء. شو عم بيصير شو عم بيصير شو عم بيصير ما بدها تدخل ما بدها تدخل ما بدها تفوت الطابة ما بدها تدخل الطابة بدها حدا ينفخ عليها لتفوت ليكون في الهدف الأول لفريق شباب الساحل.